لسه مكملين كلامنا عن الرياضة، والزمالك فقد ثلاث نقاط مهمة وغالية في مشواره بالبطولة العربية، وده بعد الخسارة أمام الشباب السعودي بنتيجة 1-0. والزمالك كده بيكون في مأزق خلال مباراته الأخيرة أمام النصر السعودي في الجولة الثالثة والأخيرة. هنتعرف على تفاصيل أكتر عن مباراة الزمالك والشباب السعودي، وإيه هي الأسباب اللي يمكن كانت سبب في خسارة الزمالك، وإيه المطلوب من المدرب واللاعبين في الفترة الجاية والمباراة الجاية عشان يقدروا إن هم يكسبوا. ده هنعرفه من الناقد الرياضي اللي معانا دلوقتي عبر الهاتف، محمد همام. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. صباح الخير عليك. يعني شفت خسارة الزمالك امبارح إزاي؟ طبعا خسارة يعني صعبت الموقف على نادي الزمالك. مباراة كانت ممكن تكون في المتناول لنادي الزمالك، خصوصا نادي الشباب كان بيعاني بعض الشيء من الناحية الفنية. شايفين ان كان مدربه الهولندي مارسيل كايزر كان اول مباراه ليه مع امبارح كان قدام نادي الزمالك. في نفس الوقت هو تسلم المهام الفنيه للفريق من حوالي يومين، فكان فرصه لنادي الزمالك انه يستغل الموقف وكان يحقق نتيجه ايجابيه حتى على اقل شيء تعادل. دلوقتي لعبه الحسابات وفي المجموعه ان الزمالك مطالب في الجوله الاخيره انه هيكسب، وبالتالي ان الزمالك اهدر فرصه صعود امبارح. حتى كان ممكن يقدر يصعد لو كان قدر يكسب، وكان يحسم موقفه والصعود من المجموعه بدري ويخرج من لعبه الحسابات. يعني طيب، كان متوقع ان اسوري يغير من طريقه لعبه، وهو فعلا عمل ده وعمل تعديلات على التشكيله. شايف يمكن ده سبب من اسباب الخساره؟ ممكن يكون اسوري يفكر في نقطه المداوره، بمعنى ان في ضغط ثلاث مباريات في حوالي 7 ايام، فبناء عليه يعني كان فكر ممكن يجري تغييرات، وده شفناه في التشكيل امبارح عمل 3 تغييرات. لكن كان النقطه الغير متوقعه هو عدم وجود مثلا يوسف اوباما، رغم ان هو قيد اول امبارح في قائمه الفريق. فكان في دلوقتي علامات استفهام بعض الشيء على بعض الاسماء، سواء كان في التشكيل او بره التشكيل. دلوقتي هيكون تفكير اسوريو اكيد تفكير اللعيبه على نقطه واحده، وهي نقطه الفوز في المباراه الاخيره. فاكيد هيكون الفكره في المباراه الاخيره طابع هجومي بعض الشيء، خصوصا ان احنا برضو بنشوف ان فريق النصر في الجوله زي مباراه امبارح رغم فوزه 4 ومباراه الشباب عنده ثغرات دفاعيه، نتمنى ان نادي الزمالك يقدر يستغلها. نادي الزمالك ما عملش اي خطوره هجوميه امبارح خالص، ايه السبب؟ نادي الزمالك ممكن يكون فيه كان بعض التوتر بعض الشيء من اللعيبه في الشوط الاولاني بالتحديد، دخولهم في مشدات ودخولهم وتفكيرهم مع تركيزهم مع الحكم ممكن يكون برضو سبب من الاسباب. في نفس الوقت نادي الشباب يعتبر كان تفكيره الاكثر على اغلاق المساحات، وفي نفس الوقت ما يديش فرصه نادي الزمالك ان هو يهاجم. كان يعتبر فرص نادي الزمالك كلها تسديدات من بره منطقه الجزاء، زي شفنا تسديده مثلا زيزو او تسديده شيكابالا في نهايه المباراه. كان في نفس الوقت برضو يعني التغييرات والاوراق البديله ما فيش اوراق هجوميه قدرت تساعد اسوريو، وبرضو في نفس الوقت كان يعني الضغط على اللعيبه من الناحيه النفسيه والذهنيه اثرت اكيد على الفريق، فكل دي عوامل شفنا فيها نادي الزمالك ان هو برضه ما قدرش ان هو يعني برغم من خبرات لاعبيه وبرغم ان في اكتر من لاعب في الفريق يعتبر من الخبرات سواء مع نادي الزمالك او المنتخب المصري، لكن ما قدروش ان هم يستغلوا الموقف مع ناحيه نادي الشباب. طيب احنا لو بنقول انه في يمكن توتر وخوف شويه من النادي الشباب السعودي، فرصنا ايه مع نادي النصر؟ على الورق يعني احنا شايفين نادي النصر يعتبر من الانديه السعوديه اللي دعمت صفوفها بشكل يعني قوي جدا. طبعا قبل كده وجود كريستيانو رونالدو، بنتكلم في الصيف ده وجود 2 في نص الملعب من يعني من الركائز المهمه جدا كان في انديتهم الموسم اللي فات، سواء كان مارسيلو وبروزوفيتش مع انتر ميلان وقاد فريق الوصول نهائي دوري ابطال اوروبا السنه اللي فاتت، وجود سيكو فوفانا لاعب لانس الفرنسي وكان يعتبر من الاعمده الاساسيه لفرقته في السيزون اللي فات، وارقام مميزه عملها جدا في الدوري الفرنسي.
برضو صفقه في اللاعب اليكس تاليس في جبهه الشمال. فدلوقتي نادي النصر دعم صفوفه بشكل قوي، وكلام كمان دلوقتي على ساديو ماني، ممكن صعب ان هو يلحق بمباراه الزمالك، ممكن هيلحق بالادوار الاقصائيه لو قدروا يصعدوا. فطبعا مباراه صعبه على النادي الزمالك، خصوصا نادي النصر يعني قدامه اكتر من احتمال ان هو يقدر يصعد، سواء كان تعادل او فوز، او حتى لو في خساره فممكن النصر برضو يقدر يصعد. لو شفنا ان الشباب ممكن ما يدر... لو ما قدرش يكسب فهيكون وقتها على كل فرق حال الاهداف. على كل حال احنا بنتمنى التوفيق اكيد لنادي الزمالك وفي اللي جاي، وبنشجع النادي ووراه ان شاء الله ان شاء الله نفوز في المباراه الجايه ونعوض الخساره. كل الشكر ليك محمد همام الناقد الرياضي.